ازيك يا بنت؟ ازيك؟ استنى استنى. اول ازيك يا استاذ؟ ازيك يا جنى؟ ازيك يا ماري؟ ازيك يا بنت فنانه؟ ازيك يا بنت نور؟ ازيك؟ ما لحقتش ما لحقتش ما لحقتش. فنان اصبر يا فنان. ازيك اوليا؟ هاتولنا قلبي يا قلبي اللي وحشني. ازيكم؟ اي لاف يو والله العظيم. ثلاثه اي لاف يو، والله اقسم بالله اي لاف يو. طب انا مش عارف اقرا. استنى، انت كليه بس بقى يا ابني يا حبيبي، بس يا ابني ما تبعتليش يا ابني. ايش؟ ازيك يا جوزفين؟ ازيك يا بنت سما؟ ازيك يا ولد؟ ازيك يا بنت ايه؟ ازيك يا سما؟ ازيك عامل ايه؟ فولكان. ازيك يا فولكان؟ ازيك يا بنت؟ ازيك يا جو موسى؟ ازاي ده انا؟ ازيك يا نانسي؟ ازيك يا بنت مريم؟ ازيك يا موني؟ ازيك يا جوجو؟ اقول احنا ان شاء الله 50 في اللايف حلوين. نقفل اللايف واجري يلا. استنى بس اقول لك اسئله الانستجرام. كان نفسي غيرك. استنى مش جوه غيرك. ازيك يا نادين؟ ازيك ايه ده 22 بلاك؟ شكرا بس كفايه. شكرا شكرا. ازيك استابلايزر؟ ستيب ازيك ستيب؟ تعليم في ذمه الله. ازيك يا احمد؟ ازيك يا اميمه؟ ازيك يا دنيا؟ هاي يا جدعان اقول الاسماء. استنى، اهلاوي. ازيك ده اهلاوي ليه؟ اهلاوي ماشي. ازاي؟ ازيك يا مريم؟ ازيك يا نادين؟ ايه ده يا نادين؟ ازيك يا بنت يا فنانه؟ ماشي. كريسماس انا قاعد معاك. ازيك يا ساره؟ ازيك يا بودي؟ ازيك يا دنا؟ ازيك يا زياد؟ يا صاحبي كل سنه وانت صحه وسلامه. ازيك يا بلال؟ انا مسلم. طب ازاي؟ لا مش ازاي، لا يا عم ازيك يا عم، كلنا ازيك والدنيا حلوه. ستيب. ازيك يا ستيب؟ ازيك يا نادين؟ ايه انا بحبك قوي، ممكن تقول اسمي؟ ما انا الاسم عدى. طيب نقرا اسئله الانستجرام. اه يما، امتى الانسان بيتعب؟ لما بيزيد وعيه. ايه الكلام ده؟ ازيك يا نادين؟ الانسان لو زاد وعيه يبقى متخلف. هو انا كده؟ هو انا كده لايف يا جدعان؟ انا لايف ولا مش لايف؟ ماشي. الانسان بيتعب لما يزيد وعيه، فانت الوعي ازاي ده هيجيب اجل امك الارض ان شاء الله. تبقاش معايا يا اخوي. ازيك يا نادين؟ خلاص يا نادين والله. بص يا هوا يا نادين، خلاص شكرا شكرا يا نادين. ازيك يا لودي؟ ازيك يا بنت لودي؟ ازيك يا زهراء؟ ازيك يا يوسف؟ ما بتنطقش غير اسماء بنات. اه يا يوسف والله. انا تعبت في علاقاتي وفي علاق انا تعبت في علاقاتي وفي الحب. بص، اللي فاهمين الحب صح ما بيرتبطوش زي كده. يلا انا ارتبط ايه؟ ولا لاست كونكشن؟ لاست كونكشن مش عارف هو النت شغال ولا لا، بس انا بخير، انا بخير مش مهم. فانت لو عايز تعيش حياة سليمة وكده ما ترتبطش، يعني هو الارتباط ده هيطلع امك. انا معاه بقالي 7 سنين، وهو هي مش بالعشره والله يا اخوانا، هو اللي بيستاهل. يعني اديكم شايفين احنا عايشين في وسط بقر. الله العظيم بقر. يا صاحبي ثواني يا صاحبي، أن اني لست. ازيك يا نادين؟ ازيك يا ليلى؟ خلاص يا جدعان كفايه كفايه. شكرا 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 شكرا. ايش الانسان محتاج ايه في حياته؟ الانسان محتاج شخص احن منه على نفسه، لان احنا ما بنحبش نفسينا. بس انا بحب نفسي، بس احنا ما... عشان احنا لايف كده ولا ايه؟ شايفين؟ ازيك يا شروق؟ يا شرقاوي. ازيك يا شرقاوي؟ لا ما اعرفش اقرا والله. ازيك يا مصري؟ ازيك يا نادي؟ يا ولاد سو انت مسلم ولا مسيحي؟ انا معاكم. مش من طالع فين وانا جاي معاكم يا عم؟ فكك يا عم، انت لسه بتسال المره. مسلم هتكره. ازاي اعرف اتجنب العلاقات السيئة؟ راجل بيخوني كل يوم. حاجة مش هينفع الأولى دي. انا مش عارف، مش هينفع الكلام ده، عيبك ايه؟ بص، الناس اللي هتأذيك في حياتك لو انت عايز تهرب منهم، وانا اقول يا انا الناس اللي بتأذي، مش عارف خلصت كونكشن، مش عارف النت شغال ولا لا. مش شغال.
النت كده شغال. قال لا انت مش فرحان ليه يا حسام؟ حسام النت كده شغال. الله يسترك. ماشي كده النت شغال. ماشي اللايف بيعلق. طب ما انا مش عارف اعمل ايه، حزين قوي انا في اللايف ده مش عارف ليه. ما انا مش عايز اروح اوضه امي بقى عشان زعقت لي، قالت لا 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 مش عايز اضايقها. ازيك يا حمو؟ طيب مين اللي يكون في عونه الايام دي؟ يعني ايه اللي يكون في عون الرقاصه بتنزل يا اسطى كده؟ بص تخيل والله قعدت افكر ايه الرقاصه ازاي بترقص في الفتره دي. تخيل انا مش مستحمل وهي موضوع مرعب قوي يا حسام. ذكي الليله ذكي الليلي. انا هروح انام عشان مش عارف ايه. ماشي تصبح على خير. انت بخير؟ لا بس انا بقاوم، بس انا مش بخير والله العظيم ما بخير. مش عارف ماشي. ايه الحاجة اللي بتتعب الانسان؟ كتمان الحزن. لو انت بتكتم الحزن ده انت هيطلع امك. يا نادين كفاية يا نادين، خلاص خلاص يا خلاص يا لولا. لا شكرا. ايه كتير قوي. ازيك يا بنت يا غاب؟ ازيك يا بنت يا نيرفانا؟ ازيك يا اولاد؟ عاملين ايه يا اولادي؟ اولادي. ماشي. الجو ساقع قوي وخلعت من الخروج. جدع يالا. اقول لك ليه؟ عشان اقول لك الجو ده اداك على قفاك السنه دي، اقعد في بيتكم. ايه رايك في احساس ان انت تخرج راس السنه وتتصور مع حبيبتك؟ والله ربنا يكتبه لنا ان شاء الله الاحساس الجميل. ايه ده يا نادين؟ ده يا نادين كفايه يا نادين. بتعملي ايه يا نادين؟ كفايه. اه ازيك يا بنت افخم يا منى؟ ازيك يا منى؟ ايه الفخامه دي؟ انت شايف ده اصلا اللايف شغال؟ مش عارف شغال ولا لا بس ماشي. انت ايه علاقتك بالخزلان؟ بص انا الخزلان بقى بيجي لي دلوقتي وعادي عادي. الله لازم اعمل كده. وشي منور. الاول كنت بحزن، الاول كنت بتاثر وبتاع مش عارف ايه، لكن دلوقتي لا عادي خالص. ازيك يا كوكي؟ قول ميرا. ازيك يا ميرا؟ ازيك يا يوسف؟ صوت طيب اخويا وانت طيب يا حبيبي. شغال يا عظيم الله يسترك. ماشي 21 قول لنا رساله ليها. بص يا صاحبي. ايه ده؟ حاجات غريبة جدا. ازيك يا سما؟ رسالة ل 21. بص أقول لك على حاجة. أنت بطل تلوم على 21، أقول لك ليه؟ أو على 20، ما أنت كده كده خربانة من أول ما اتولدت وهي كده خربانة، يعني هي جت على 22 بقى ومن... إيه أوحش سنة في حياتي؟ يعني ما كانت أنت جاي من الطين يالا. يقول لك كانت سنة صعبة، ما إحنا كل سنة بنقول السنة اللي فاتت كانت صعبة، بس أنا عادي. فبطل جو اللوم ده، أنت كده كده حياتك بايظة يا حسام طول حياتك، صباح الفل. دفع الى الامام بنت كلب. الله العظيم دفع بنت كلب. ازيك يا دي؟ ازيك يا محمود؟ ازيك يا محمود؟ انا انت بتعمل فيديوهات والله يا حبيبي. انا لو كنت لاقي حد يفهمني ويسمعني ما كنتش عملت فيديوهات يا اخويا. اديك شايف اهو يعني وحياة امك. انا قاعد بالوحده، قاعد لوحدي اهو، اوضه جميله في مؤسسه كلهم عمالين يخرجوا يعملوا وانا قاعد مع امك. قال لك بنعمل فيديوهات كتيره. اطمن انا جنبك يا عم. يا عم تنيل يا عم، ما بخافش من منك ده صاحبي. ذكى تيفا ده، تيفا ده صاحبي غرقني في كذا شغل والله. قال لي اطمن انا جنبك ل 2021. جدع يا تيفا. تيفا ده بتخسر والله العظيم، تيفا ده بتخسرني فوق ال 200,000 جنيه. والله العظيم منور يا تيفا. جنبي ايه يا عم؟ غرف داهية. قال لك اطمن انا جنبك يا عم، والله العظيم وداني بتاع. ايه رايك في الجرعه الرابعه؟ هيدونا جرعه رابعه للكورونا. ايه ده انت لو مدمن ماكس مش هتاخد جرعه رابعه ليه؟ ليش انا اسف؟ زكا كريم. زكا كريم كفايه كريم والله حلوه يا نادين. كفايه يا نادين. كفايه كفايه. يا نهار اسود، احنا واضح ان احنا طالعين يا جدعان. خلاص شكرا والله. يا زكا لولا. زكا لولو كفايه والله والله كفايه.